السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وسهلا بكم على قناتكم التعليمية دورة التميز في اللغة الإنجليزية Excellent English Course. معكم من جديد أيمن غربي، مدرس مادة لغة إنجليزية بسلطنة عمان. وتلبية لرغبة أبنائنا الطلبة، سنقوم هذه المرة بتقديم توجيهات ونصائح، وكذلك القيام بالإجابة على بعض النماذج من أسئلة الامتحان النهائي حتى تتضح الرؤية، ونساهم إن شاء الله في تحقيق أفضل النتائج. فبدون إطالة نبدأ على بركة الله هذه المرة بتوضيح يخص المفردات والمعاني وكيفية الإجابة على الجزء الخاص بالمفردات. يلا نبدأ على بركة الله. بالنسبة لهذا الجزء هو about vocabulary items from 1 to 5. عندكم هنا خمسة جمل كما ترون. في كل جملة عندنا فراغ. الفراغ هذا مطلوب أيها الطالب أنك تكمل هذا الفراغ بإحدى الكلمات الموجودة تحت الجملة. فكيف يعني نقوم بالإجابة هنا؟ طبعا لا يمكن أن نختار إجابة بشكل يعني عشوائي أبدا، لازم يكون في طريقة. الطريقة هذه هي تعتمد على السياق. بالنسبة للفوكابلري أو المفردات، يتم الإجابة أو اختيار الكلمة المناسبة حسب السياق. السياق هو ما يسبق الفراغ هنا ويليه. الكلمة هذه مكانها طبعا هنا، لو تشوفون هنا هذا مكانها. السياق هو اللي يسبق، أو العبارة اللي تسبق المفردة وتليها. هذا هو السياق كامل، يعني مطلوب منك أيها الطالب أن تفهم السياق كامل، أو خلينا نقوله يعني تفهم السياق بشكل عام، ما لازم يعني كلمة كلمة. تمام، يلا نشوف نقرأ الجملة كاملة وبعدين نحاول نختار الجملة حسب السياق. Working in this company is very, you are paid a high salary and get bonuses every year. يعني أول شيء نشوفه إحنا working in this company is very، مطلوب منا adjective هنا. طبعا الكلمات كلها موجودة اللي هنا في الاختيارات هي adjectives أو صفات. صفات تصف يعني شيء معين. لو تشوفوا هنا ing adjectives كلهم، فاختبار معرفتك هنا هو على فهم المفردات هذه. فحاولوا المفردات اللي هي من نوع هذا اللي هي ing adjectives، يعني تحفظوها تفهموا معانيها، وهذا مطلوب جدا. يعني لو نشوف الكلمة الأولى boring، boring يعني ممل. exhausting منهك أو متعب جدا. rewarding مجزي. tiring يعني متعب، تقريبا exhausting and tiring يعني نفس المعنى. أوكي، يعني نقرأ جملة مرة ثانية. working in this company is very، لحد الآن ما ملزمين أن نختار مفردة من هذم ونبقي على البقية، لا، إلا بعد ما نقرأ باقي الجملة. You are paid a high salary. إذا نتكلم على high salary، راتب عالي، يكفي أنك تفهم معنى الكلمة هذه فتجيب يعني، فتقدر تختار الصفة المناسبة أو كلمة مناسبة في هذا الفراغ. فحسب الكلمة هذه، فحسب العبارة اللي هاي سالري اللي هنا، نختار rewarding. rewarding يعني مجزي. working in this company is very rewarding. you are paid high salary and you get bonuses every year. طبعا ما يمكن نقول boring واحنا هنا عندنا high salary، لا. exhausting، لا. tiring، لا، لأن الجملة هنا تركيبها هو هذا كأنه نتيجة وهذا سبب. فبسبب الهاي سالري أو الراتب العالي تكون هنا شعورك في العمل الناتج هنا في العمل هو شعور بالراحة مثلا، فبالتالي تكون يعني الأدجكتيف أول شيء أدجكتيف لها معنى إيجابي. لو نشوف الأدجكتيفز هذه، أدجكتيف بورينج لها معنى سلبي، الأدجكتيف exhausting نفس الشيء لها معنى سلبي، tiring لها معنى سلبي، بينما high salary اللي هنا هي تلمح لمعنى إيجابي.
حتى ولو ما فهمت أنت السياق كامل، يكفي أنك تعرف تميز المعنى الإيجابي من المعنى السلبي. لنا عندنا هاي سالري، إذا لو كانت لو سالري، لو سالري فتكون عبارة ثانية طبعا، ما تكون ريوردينج. فهمنا لهنا؟ أعتقد يعني واضح. الجملة الثانية، نأخذ مثال ثاني. I heard you have changed your from medicine to engineering، من الطب إلى الهندسة، من الطب إلى الهندسة. فالكلمة مرتبطة لهنا بالسياق كامل، كما سبق وذكرنا السياق هو ما يسبق الفراغ ويليه، وخاصة ما يلي الفراغ هو عادة يكون فيه كلمات مفتاحية، أو السياق هو اللي يتبع الكلمة هو مفتاح الاختيار. لهنا عندنا campaign، campaign ما هي company؟ لهنا don't be confused between company and campaign. campaign لهنا بمعنى دعاية، conference، conference بمعنى ملتقى علمي أو مؤتمر، major، major هو اختصاص. الكلمة الرابعة style، style أسلوب، موضة، طريقة، هذا style. طبعا هنا نتكلم على تخصص from medicine to engineering، فبالتالي تكون الاختيار على هذه المفردة. كما ترون يعني العملية سهلة، وباتباع هذه الطريقة بإذن الله يعني قادرين على يعني الحصول على الدرجة كاملة، وهي درجة يعني ليست بالهينة. ما نقول هذه درجتين ونص، ما نقول هذه درجتين ونص يعني تفوت فيها وتفوت في درجة ثانية ونص درجة من هنا وهناك، وتكون يعني الأمور لا، خلي يعني كل شيء أو كل جزء، كل جزء أعطيه حق.